الاستحقاق الانتخابي ده مناسبة مهمة، مناسبة وطنية. يمكن المصريين مش بيلتقوا مع بعض بالعدد ده أو بالوقت ده أو بالالتزام ده في الأعياد والمناسبات قد ما بيلتقوا في الانتخابات. فالانتخابات دي بتبقى فرصة سعيدة، فرصة كويسة إنه نبين ونظهر التلاحم، الانتماء الوطني، انتماء المصريين لوطنهم حتى وهم خارج الوطن. في الحقيقة إن الناس كلها بتبقى حريصة كل الحرص على حضور الانتخابات والإدلاء بصوتهم، وإن كل واحد يقول ويشارك ويوصل صوته. إننا نوصل ليه يا دكتور؟ هم مسافرين، والبعض قد يكون مهاجر مش بيرجع كتير او بيجي بس في زيارات، ليه حريص قوي ان هو يشارك في يعني بنى مصر الجديده وفي ان هو يحدد مين اللي هيبقى موجود لقياده مصر؟ ممكن بس اصلح مفهوم، لانه حضرتك بتقول ايه احنا بعيد، الناس الجاليات بتبقى بعيده، لكن على فكره اللي بيوضح قد ايه انتمائنا وحبنا للوطن هي المناسبات دي. احنا بعاد كمسافه لكن مش بعاد عن بلدنا. حبنا للوطن وانتمائنا للوطن ووطنيتنا هي جوانا. احنا مهما سافرنا وبعدنا بس كلنا رايحين جايين على مصر. قليل قوي اللي بتلاقيه يقول انا قاعد بقالي سنين ما نزلتش مصر. لكن انا من وجهه نظري لا، هو الصح اني انا لازم اكون متواجده وحريصه كل الحرص. مش بقول لاولادي حبوا وطنكم وهم ما شافوهوش وهم ما نزلوهوش، لا، احنا بنحرص دايما اننا نتواجد في مصر، ننزل مصر، حبنا وانتمائنا لمصر سواء داخل مصر او خارج مصر. فده بيظهر جامد. لا احنا بعاد ولكن وطنيتنا بتطلع قوي وبتظهر قوي في المناسبات دي.